الأكبر ولا راتبه، لأن نحن متركين سند عيدروسي مطلقين. الطريق الأول هو نحن أسرة آل بن علوي، بابنا آل بن علوي آل عيدروسي. نحن قائمين على هذه الأشياء المذكورة كلها من قبل 250 سنة تقريبا. يعني سندنا لنا سند خاص من أنا عن والدي عن عمي، والوالد عن والده، والوالد عن جده، والجد عن أبيه، وهكذا إلى سيدنا العيدروسي الأكبر. هذا السند الخاص. ثم السند الثاني هو السند الذي أخذناه من شيوخنا السادة البحرية أيضا. أدركنا كثير من الشيبان من قبلهم وأبرزهم سيد الحبيب عبد الله بن أحمد بن نجار، ولقد أخذت عنهم هذه الطريقة والطريقة العلوية والإجازة والإلباس والمشابكة وجميع المرويات في جدة عام 1416 هجرية في أول حج لي، وأعطاني السند الخاص بالطريقة العيدروسية التي أخذها عن جدي. هي عبد القادر بن أحمد سكاف أخذ الطريقة العيدروسية عن جدي عبد الله. أنا عيدروس بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عيدروس، هذا جدي شيخ الحبيب عبد القادر بن أحمد سكاف، وكان من أولياء الصالحين الكبار، وكان يقرأ القرآن كثير، حتى أن له ولد وهو نائم يقرأ القرآن وهو نائم، إذا نام يبدأ يقرأ القرآن، ينتهي عند السورة اليوم الثاني عندما يبدأ في النوم يبدأ من المكان الذي توقف فيه عند النوم، هذا ورده في النوم. أما ورده في يقرأ فهو يقرأ مصاحف كثيرة في النوم، ويقرأ جزء ونصف من القرآن في نفس واحد، جزء ونصف من القرآن في نفس واحد، بركة وكرامة من الله سبحانه وتعالى. هذا السند الثاني. Lalu beliau menyebutkan bahwa belum memiliki dua sanad yang sangat indah dalam Rasul dan Tariqah Al-Aidrusiyah ini. Sanad yang pertama adalah sanad Zahabi, sanad emas, karena beliau memiliki sanad beliau dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian sanad yang kedua, beliau mengambil sanad ini dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf Jeddah. Habib Abdul Qadir mengambil Tariqah ini dari Habib Abdullah bin Aidrus bin Ali Al-Aidrus. Dia adalah kakek buyutnya Habib Idrus sendiri yang jaraknya sekitar 100 tahun, sangat jauh sekali. Habib Abdullah bin Idrus ini termasuk salah satu karomahnya, saking cintanya beliau dengan Al-Quran sampai dalam keadaan tidur pun beliau membaca Al-Quran, dan beliau bisa membaca Al-Quran satu juz setengah dalam satu nafas. هذا سندنا للطريقة العيدروسية. لأن تعرفون أن لا تأخذون السند ولا تأخذون الإجازة إلا بعد أن تتأكدون من أين تأخذون السند، من أين تأخذون الإجازة. هذا شيء عظيم، الإجازة والسند ليس شيء رخيص، عظيم. تعرفون أن الأولين كانوا يذهبون من بلد إلى بلد لأجل يقابل الشيخ، لأجل ينظر، لأجل يجيزه، ويخسر خسائر كثيرة وربما يموت في الطريق. والآن تأتي لكم هذه النعمة إلى بيوتكم مجانا، ها بلاش، هذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ويشكر الله عليها. Kita tahu dari ini sanad adalah sangat penting, betapa berharganya sanad, betapa mahalnya sebuah sanad. Orang dulu para salaf ingin mendapatkan sanad, ingin menemukan gurunya, ingin menemui gurunya, sampai berjalan sangat jauh sekali demi mendapatkan sanad. Bahkan di antara mereka wafat di tengah jalan sebelum mendapatkan sanad. Dari sini kita akan tahu betapa mahalnya sebuah sanad. Lihatlah, ternyata kalian tidak harus jauh pergi untuk menemukan guru kalian untuk memberikan sanad, tapi malah aku sendiri yang datang ke sini dengan gratis, kalian gak dipungut biaya sama sekali. هذا بالنسبة للطريقة العيدروسية. أما بالنسبة لسنت البر، هذا مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي. الحبيب علي بن محمد الحبشي هذا نحن أسرتنا له علاقة، لها علاقة خاصة بهذا الحبيب. هذا الحبيب توفي عام 1333 هجرية، يعني كان من شيوخ الحبيب عبد الله بن عيدروس الذي ذكرت لكم قبل قليل. جدنا هذا كان في عبد الله بن عيدروس يذهب إلى الحبيب علي الحبشي ويأخذ عنه العلم، ويذهب أيضا للغرفة عن شيخ الحبيب علي الحبشي، الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي صاحب عقد اللواقيت الجوهرية. عقد اللواقيت الجوهرية هذا في عيدروس بن عمر الحبشي هو السند الوادي كله الذين يأخذون الشيوخ عنه أعلن أهل وقته، وهو شيخ الحبيب علي الحبشي، وهو شيخ جدي عبد الله. فنحن أخذنا هذا أيضا المولد عن الحبيب عبد القادر، لأن الحبيب عبد القادر أيضا أخذ عن الحبيب علي الحبشي مباشرة. فهمت الحين السند؟ وأيضا هذا عن سندنا في كتب والطريقة العيدروسية عن جدنا
حبيب عبد الله بن عبد الموسى. هذا بالنسبه للسند. الان الطرح الان نجيزكم في الاجازه لكم في قراءه راتب سيدنا العيدروس الاكبر فيما بين المغرب والعشاء او في غير ما بين المغرب والعشاء حتى في وقت اخر يوميا او حتى اسبوعيا ولو شهريا، المهم المواظبه عليها ولو حتى في الشهر مره. هذا بالنسبه لراتب العيدروس. ولكم الاجازه ايضا في مولد صمت الدرر بسندنا الذي ذكرناه عن شيوخنا، فقولوا قبلنا الاجازه. الفاتحه الله جعلنا هذا المجلس البركه والخير والنور والهدايه والرعايه والصلاح، وتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم، ويرزقنا محبه النبي ومحبه اهل بيته، ويحشرنا في زمره النبي وزمره اهل البيت، ويسقينا محبه اهل البيت كما نشرب الماء في خير ولطف وعافيه، ويحشرنا في زمرتهم، ويمن علينا وعليكم بكمال حسن الخاتم عند الموت، ويجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافيه، والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Yang ingin salamata beliau silakan, tapi untuk yang rapi.